يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الشياكة، يا صباح كل حاجة حلوة على كل المصريين وعلى كل المتابعين لينا في كل مكان. ونقول لكم صباح الفل، ومعانا على المصطبة النهاردة حاجات كتير حلوة. ونصبح الأول على الدكتور علاء. ازيك يا دكتور علاء؟ استاذه ورقه، صباح الفل عليكي. صباح الفل، صباح الورد، شكلك صباح كده جاي ايه الياسمين، خير لما جعله خير. وصباح الاساس. شكلك مستعد. صباح الاساس شكلك. اه والله العظيم انا بخاف من صباح الاساس دي. دي جديده دي صح؟ اه. ايه صباح الاساس دي؟ حلو. اه ده الكلام. حط اشتغلي بقى الاساس، معايا على مية. حط الاساس. صباح الاساس. خلي بالك النهارده القعده على المصطبه انا شايف من اهم القعدات اللي ممكن نكون انا شايفها عملناها ولا مفروشه نعملها. النهارده. ليه بقى؟ اقول لك ليه. لما بتيجي تبني عماره اهم حاجه في يبقى فيها ايه؟ الاساس. طيب حلو قوي. الطوبه. اول الاساس. طوبه. الاساس أول طوبة. حلو قوي. يبقى لو حبينا نشوف الأساس بالنسبة للناس أهم حاجة فيها إيه؟ إن إحنا نعمل إيه؟ إن إحنا نربي عيال أجيال وهي لسه طالعة. صح. وعلشان كده إحنا مش هنعمل إنترو، لأن إحنا يهمنا نخش في الأساس على طول. آه شفت بقى، رأيك هو شفت إزاي؟ بيغطي علينا يعني. هو خلص خلص وإقلب إقلب ويلا على الضيف على طول. طب مين أصل معايا إحنا هنتكلم النهارده؟ على أساس بقى. يبقى بينا هنتكلم على أساس، يبقى هنتكلم على حاجة بتربي نشء. إحنا مبسوطين بتحط الأساس النهارده، نشء. مبسوطين أصلا النهارده بان احنا هنربي نشء ومعانا الضيف الحلو الجميل. عرف بقى. استاذ احمد، استاذ اماني احمد صباغ، صباح الفل عليكي. صباح الفل يا جميل. مدير صباح حضانه الضحكه الحلوه. المناره الحديثه بشبرا الخيمه. مظبوط. حضانه ولما الحلوه لازم نصبح عليها. صباح ده كلامه. صباح صباح الجمال. الفل. صباح صباح اليوم. صباح الفل. صباحنا حلو على المصطبه. صح كده. بص يا استاذ اماني، فعلا انا لما بقى المقدمه اللي انا قلتها وصباح الاساس، فعلا احنا بنتكلم على موضوع في منتهى الاهميه، هو ان احنا ازاي نربي جيل. في الغالب احنا بنسال ضيفنا، ولكن احنا النهارده الدخله تبقى مختلفه خالص. هندي المايك لضيفنا، وضيفنا حابب يتكلم فيه. صباح الخير عليكم. صباح الفل. انا اسمي اماني حمدي، ملقبه بفراشه رياض الاطفال. ايه بقى ايه موضوع فراشه؟ اصلا سمعت موضوع فراشه. متابعيني اطلقوا عليا اللقب وانا حبيته. بس ده اكيد اكيد لحاجه. بقدم للاطفال بفضل الله كل ما يهم الطفوله بشكل فيه ابداع. هستاذنك في سؤال. فضل. يعني عايزه اساله. اتفضل. حساكي في حته حلوه وبتحبيها، جت منين؟ جت من امي الله يرحمها. الله يرحمها. يعني هي مثلي الاعلى، هي متوفيه من اكتر من 17 سنه، بس هي مأثره في حياتي بشكل كبير جدا وشايفاها دايما قدامي، لان هي كانت دايما كل ما تكلمني تقول لي انت فيكي حاجه حلوه، انت لما تكبري هتبقي حاجه حلوه. شايفه ان الحنان اهم بالوراثة. لبنه. حاسه ان انا عندي بالوراثه اهم لبنه في طبعًا. تربيه الطفل طبعا الحنان والحب واللمسه الحلوه. انا قصدي في الموضوع ده ايه؟ ان الحنان بيشبع. صح. فلما بيشبع زي ما انت شايفه كده، بتفتكري مثلا ماما الله يرحمها او فاهمه، انا بفتكر مثلا بابا الله يرحمه في حنينه. لا الحته دي بتفرق مع البني ادم وشخصيه البني ادم وتكوين البني ادم. فانا مبسوطه انك ذكرتيها، عشان كده انا اتكيت عليها شويه. هي انا اكتشفت ان هي موجوده عندي بالوراثه. هي كانت حنينه جدا، حتى زوجي يقول لي انت يعني حنينه بزياده، بيشوف ده من مع اولادي وفي تعاملي مع الاطفال في الحضانه. مش بحس، انا بحس ان انا طفله صغيره قاعده في وسطهم. يمكن لقب فراشه رياض الاطفال حسيت ان هو جه من الحته دي. ان انا فعلا. وحلو انك انت قلتي كلمه كمان، انت قلتي ان انا ابقى زيهم. يعني احنا لازم ننزل ده حقيقي بمستوى فكرنا للطفل جدا. تسمحي لي اخدك في حته ثانيه خالص؟ اتفضل. بصي انا لما بقعد ساكت استاذ ولا عارفه عني كده، يبقى في حاجه في دماغي. مصيبه سودا. في طلعه كده بس انا ما تقلقيش. معاكي هو حضرتك بتدرسي الاطفال صح؟ صوت حضرتك كده ولا دي ضريبه التدريس للاطفال؟ ضريبه التدريس للاطفال. صوت راح؟ لا هو صوتها متغير اهو. هو صوت شغل صوتها بقى. منبوح يا فندم. الدكتور الدكاتره اشتغل. بجد والله. فانا عمال اراقب صوت حضرتك. تمام. بس انا هبقى انصحك كام نصيحه بس بعد الهوا. عارفه. في روشته. في روشته. نصحت كتير ولكن ازاي ما بقدرش. ازاي تحسني صوتك؟ ماشي. الله المستعان. صباح الفل عليك. صباح الفل. بص هي انا بيكلموني بيقولوا هي قدمت الفقرات دي قبل ما تخش على الهواء وكلهم بره متحمسين للفقرات. طب انا عايز اشوف بقى. ده حقيقي. احنا انا سامعه ان في حاجات حلوه بتقدميها بشكل جديد. مع ان احنا يعني زي ما بيقولوا مجرد حضانه، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى قدمنا حاجات انا فخوره بيها جدا. ما شاء الله. لان انا حاسه ان انا عملت طفره، حاسه ان انا عملت في رياض الاطفال قيمه. كل المعلمات لما تقدمها احس اقدر اقول لا التعليم بيتحسن. طب حلو. لان مش تعليم بس، احنا احنا اهم حاجه عندنا التعليم والصحه بالنسبه لنا. احنا دايما بنقولها كده. والتربيه. هو التعليم ده
في تربيه بس مش لازم نقولها كده يعني، لازم نجيبها بطريقه حلوه بحيث انها توصل للطفل فيتربى صح. مظبوط. فانا مبسوطه انك بتيجي تخش في الموضوع على طول. يلا. بس في حاجه انا كنت هقولها محضره ان انا هقولها ودايما بقولها في كورساتي ودايما اقولها للمعلمات. بتدي كورسات صح؟ بدي كورس بروفيشنال تيتشر، المعلمه المحترفه، في هاو تو تيتش، اعداد معلمه رياض اطفال محترفه. تمام. بنشتغل شغل اكاديمي، بنشتغل بقى الحاجات الجميله اللي انتوا هتشوفوا منها النهارده، لان احنا يعني رافعه شعار لا للتلقين. انا واحنا نساعدك طبعا ان شاء الله. نبتدي في الفقره الاولانيه ان شاء الله. اتفضلي. احنا انا بعدل سلوكيات الاطفال في الحضانه، ولكن دايما اقول تعديل السلوك مش مجرد ريبورت هيتكتب ولا امر للام ولا امر انا هعمله للطفل. فاكتشفت ان انا تعديل السلوك بقى بوسيله بسيطه مع اغنيه بسيطه مع قصه غير مباشره، لان الاطفال مش بتحب الاوردرات. تمام. جربت ده وجربت ده، لقيت ده جايب نتيجه عبقريه في تغيير السلوك الطفل. وبدات الاحظ بقى ان المامز عندي في الحضانه كل اللي عنده مشكله يجي يحكي لي عنها الاول، فانا ابدا اقعد عليها وافكر اشوفها ايه التولز بتاعتي، ايه الستوري بتاعتي اللي انا هتكلم بيها، وايه الاغنيه. عارفه شاطره ليه؟ هي بتراقب. لا لا سيبك من انا بقول لك انا باخد المواضيع في حته تانيه. عارفه شاطره ليه؟ هي عماله تشوقنا في حاله دلوقتي اشتياق، عايزين نعرف ايه اللي بتقدمه. لا لا هي ده بالعكس، انا شايفاها عندها كم معلومات كتير يعني، عايزه ترتبه اشتياق غريب. انا بقيت مهتم اعرف الموضوع. يعني بفضل الله سلوك التنمر حاجه بقت منتشره جدا جدا في المدارس وفي الشوارع، مشكله ومحدش بيعرف يتعامل معاها. يمكن في البيوت، يمكن الام نفسها من غير ما تقصد تبقى بتتكلم مع ابنها بطريقه فيها تنمر. فاحنا اتكلمنا عن الموضوع بشكل لطيف وهقدمه انا ولما. لما جاهزه؟ ردي. ده انا اللي عايزه اشوفه. تتريق وتقول للساره بس صاحبنا لابس نضاره، بتهزر وفاكرها شطاره، يلا انا منك قوي زعلانه، من صاحبك كده ليه بتتنمر، كل مره تشوفه وتشوه، يا ايد اعقل يا ايد فكر، لا تتنمر. اوعى تقول له شكلي وشكلك اشكالنا يمكن مش واحده، في كل واحد حاجه مختلفه ربنا خلقه زي ما خلقك. لا تتنمر. راقب عملك، راقب قلبك، ربنا شايفك، ربنا سامعك، قول لصاحبك اسف يلا. اسف والله العظيم. برافو عليك والله. شاطره يا لما. برافو. بعدين ما شاء الله فهماكي فهماني وما شاء الله عليها حضورها معايا. اعتقد ان الرساله وضحت ده نوع من انواع تعديل السلوك بقى، وقيس عليها اي سلوك ممكن يقابلنا. مره وجهت رساله للاب لطفل جالي زعلان اثناء ما انا قاعده معاهم في الدايره الصباحيه بتاعتي الصبح اللي بعملها معاهم، قعده الفضفضه او قعده المصطبة. فسالت طفل عندي انت زعلان ليه ومش متفاعل معايا خالص؟ قال لي بابا ضربني. فقلت له طب تيجي انا وانت نقول للبابا حاجه؟ قال لي ماشي. انت بتبعتي له رساله؟ وصورناها ونزلناها على البيتش، قلنا له بابا يا بابا ما تتعصبش، ده انت يا بابا حبيبي بجد، والعصبيه وضربك فيا دول خلوني بجد تعبت، لا للعنف لا للضرب. قابلتي لا ثواني بقى، ده قابلتي رد فعل ولي الامر ده ولا معلقش؟ بس حسيته بعد كده. ايه ان الطفل جاي مبسوط، يعني ما شفتش المنظر بتاع ان هو كان بيعيط. هو صعب عليكي صح؟ طبعا. انا حسب معلوماتي لحضرتك انت عندك فيديو عن التنمر صح كده؟ طب هي. ممكن نشوفه مع بعضينا؟ جاهزين يا جماعه بالفيديو؟ ماشي، نبص على نشوف الفيديو. شايفه يا لما الواد التخان اللي واقف هناك ده تخين خالص. شايفه يا ودي، وكمان شايفه البنت اللي هناك اللي شعرها خشن ده. ينفع اتريق على صاحبي؟ ينفع يا حلوين؟ لا 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 لا. ينفع اصغر منه واضايقه واصطب ده دمنا العظيم؟ لا 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 لا. ينفع اقول له انت تخين؟ مش طويل؟ لا 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 لا. شعرك خشن مش جميل؟ ها 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 ها. ينفع يا حلوين؟ لا 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 لا. ينفع يا حلوين؟ لا 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 لا. مش هتريق مش هتريق مش هتريق يا صاحبي ولا
مش هتضيق مش هتضيق مش هتضيق. انا شاطر وبقولها بجد انا شاطر وبقولها بجد. كل اطفالنا الحلوين كل اطفالنا الحلوين وكمان كل الموجودين وكمان كل الموجودين. كل اطفالنا الحلوين كل اطفالنا الحلوين وكمان كل الموجودين رجعنا لكم تاني بعد ما شفنا حاجه بسيطه كده من تعليم الاطفال جوه الحضانه، وشايفه كمان عندي حاجات حلوه. يعني لو تلاحظوا كده اعزائي المشاهدين معروض في وسائل كتير بتستخدميها صح؟ ده حقيقي. وتقريبا اعتقد ده ساينس وفاير عاملين حاجه عن المهن. تمام. علمنا الولاد في الحضانه المهن كلها برده بشكل اكتيف ولطيف، ويبقوا اللي مش عارفينه احنا بشكل فزوره ابدا انا اقول صفات المهنه اللي قدامي واشوف الاطفال، مش انا اللي اقول. يعني انتوا عارفين انا بتكلم عن ايه؟ عارف يبقى جميل، معرفش انا ابقى اديت معلومات عن المهنه دي. ممكن لما تقدم لكم الفقره الخاصه بالمهن. معلش، هي قبل لما تقدم حضرتك سيدي مين المستهدف عندك في الحضانه في المهن؟ اللي انا جايباه النهارده انا ما لقيتش ولا طفل جاوبني عنه، ما كانوش عارفين. لا يعني عندك في الحضانه الحاجات دي حاجه بتديها من سن كام لسن كام؟ والله انا اكتشفت من ثلاث سنين. وقبل كده والله هي تقصد ان هي تقدر توصل المعلومه لاي طفل في اي مرحله عمريه ما دام انا نازله المستوى، ما دام انا نازله المستوى بتوصل. تمام. لما عايزه تقدم حاجه صح؟ المهنه المهن هاتيها حالها حسبي. هقول لك على حاجه ما تزعليش مني فيها، انا مبسوطه قوي بلمع. يعني حضرتك ممكن تستاذني من الحلقه وانا اقعد مع لمع. ساعدها ساعدها. المهن يا فندم اهي المهن. المهن اللي يعني دي هي بس عشان عايزه تشدها. يلا شاطره يا لمع، هنقول بطل قصتنا. اوكي يلا عادي. هنقعد يلا. بصي الكاميرا يا لولو، بس الكاميرا هنا. 1 2 3. بطل قصتنا راجل مفيش بقوته ومحدش فينا زيه يفهم في صنعته، يلبس خصته ويجري بطفايه الحريق بسرعه جدا يجري ما يحسش بالطريق، وفي ايده اي حريقه بتتفي في دقيقه، من فيكو يا حلوين يعرف هو مين. انا بطل قصتنا راجل رجل اطفاء عظيم. الله برافو يا لولو، برافو يا لبى. تسلمي يا قلبي. بس حضرتك انا ملاحظ كمان انت كاتباها بالانجلش، الطفل بيعرف المهنه بالانجلش وبالعربي. انا شغاله على الاثنين، على اللانجوج خاصه ان انا في منطقه شعبيه في بهتين، كنت حريصه جدا على ان اللغات ليه ما اديش المكان الشعبي ده حقه في اللغات، ان هو يتعلم حتى لو طفل في مدرسه حكومي يتعلم انجلش كويس. تمام. هايل ان شاء الله ما شاء الله. بقول لك هي الحلقه دي مجهزه ومجهزه كمان تقريبا حاجه للطفوله. مجهزين حاجه بس عايزه لما تقدم لي. كنا قدمنا حاجات في العلوم سهله ولطيفه، وممكن نشوفها يقول ياه ده درس ممكن يبقى في سنه رابعه ابتدائي اللي هو الرجل الفضاء. لما هتقدمه بشكل مبسط والاطفال عندي في الحضانه 4 سنين و5 سنين استوعبته. يلا يا لولو، شفت انا بدلعك ازاي عشان فرحان بيكي؟ يلا يا حاجتك بس انا همسك كده. عايزه تيجي تمسكيها كده؟ بصي الكاميرا خليكي عشان تطلع بعد كده مذيعه. يعني اخدنا رجل الفضاء 1 2 3. اخدنا رجل الفضاء لرحله الكواكب وركبنا معاه الصاروخ، شفنا الفضاء الواسع، شفنا معاه الشمس الحلوه وحواليها الكواكب، اقربهم للشمس مين؟ اقربهم عطارد،
وبعدهم للشمس مين؟ نبتون يا اصحابي، نبتون يا اصحابي. الله برافو يا لولو. معلش هو حضرتك اللي مؤلفه الاغاني صح؟ اه برافو عليك والله. انا حامله كتابين اغاني اميني، واضح انها شاطره في الكلام ده. كل الحاجات اللي تقريبا حضرتك هشوفها النهارده انا انت اللي مبتكراها. والكورس بتاعي عامله له سلسله اكاديميه نازله بيها برضو لمستوى ولادي، كل حاجه بالقصه والاغنيه والوسيله. طب الكتب دي حضرتك لو حد حب يوصل لها يوصل لها ازاي يعني؟ من خلال التواصل معانا على البيج بتاعتنا. احنا حضانه المناره استاذ محمد النبي، لو تعرف تجيب البيج بتاع الحضانه بتاعت حضانه المناره يا ريت تنزله لنا على الشاشه ممكن؟ تمام. وكورس اعداد المعلمات الحمد لله رب العالمين لقى قبول جدا داخل مصر وخارج مصر. انت بتعلمي الناس المدربات المدرسات قصدي صح؟ او مشفت ازاي تنزلي لمستوى ولادك، ازاي ان الوسيله دي البسيطه دي اللي معموله ممكن من كرتون توصلي بيها معلومه. هو انا ممكن اديكي فكره؟ اتفضل. بس انا هنا بتاع الافكار. طبعا. حضرتك ممكن ما تديش للمدرسين، ممكن تدي كمان اولياء الامور. ده حقيقي. يعني هو هنا احنا مش عايزين الكورسات بتاع حضرتك تعتمد على او تتوقف عند المدرسين بس. معاها الحضانه اكتر. لا ده هي مناسبه ممكن تتطور ويبقى عندها. فعلا الدكتور بيتكلم صح. ممكن تبقى مثلا يوم مره في الشهر مثلا ولا حاجه تقدري. والله انت لو عايز تاخدي رايي انا وانا ولي امر، نفس الكورسات اللي تهديها للتيشيرت ده هيريحني يا دكتور كمان، هيريحني. تمام. الاثنين نبقى على كمل بعض كويس جدا. هايل هايل. طب ايه ده ايه كمان؟ دي كانت حاجة عملتها عن عيد الطفولة. بما إن هو قرب. فكنت هي سامحوني بقى لو اتلخبطت في حاجة لأن لسه كاتباها جديد. لا لا خالص، لا الليلة الليلة عيدك، الله يحميك ويزيدك، دي الحاجة الحلوة اللي في حياتنا بتتزين بإيدك، دكتور طيار ومهندس، عالم وخطيب ومفكر، إن شاء الله يا حبيبنا بكرة هتكبر وهتكبر، وفي يوم عيد الطفولة جبنا لك أحلى صورة وهنرسم أحلى وردة، ده واجبنا نردهولك، من حقك تكبر تتعلم، عبر عن نفسك واتكلم ببراءتك وبنقائك، الدنيا مفتوحة لك، دي الليلة 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 عيدك. ميس سؤال. ميس سؤال سؤال ممكن اميس سؤال؟ حضرتك بقالك قد ايه في الكارير ده؟ اكتر من 10 سنين. 10 سنين اتجهتي لمجال الحضانات. وحضرتك اصلا وسبت مدرسه انا كنت واخده فيها بوزيشن عالي قوي. قابلت صعوبات بما انك سبت مدارس؟ قابلت صعوبات في الحضانه نفسها، ان انا في منطقه شعبيه وكل القصه كانت بهتين صح؟ اللي هي بهتين. انت عارفه ممكن تكون اكبر صعوبه واجهتها ايه؟ ان هي عندها حاجات كتير قوي ما كانتش عارفه تعملها في المدرسه، فحبت اتنين الحضانه تعملها حاجة. وبرغم الصعوبات اللي واجهتها في المنطقه طبعا اولياء الامور مش هيساعدوا، هم انجذبوا غصب عنهم من موضوع السلوك والاغاني، واولادنا بيجوا عارفين معلومات اكبر من سنهم. حضرتك بتقولي انك لسه عامله لسه مؤلفه الاغنيه ولا لسه عامله ايه؟ يعني لسه كنت بحفظها عشان عيد الطفوله قرب. والله حضرتك برضو اللي مؤلفاها. حضرتك سيبي مجال التدريب مجال الطفوله واشتغلي في مجال التاليف وخلاص. لا طبعا بخليكي زي ما انت، وانا بالعكس انا مشجعاكي جدا عشان الاطفال، لان الفكره الحلوه لما تبقى بتطلع بشكل حلو ده لوحده ما بنلاقيهوش كتير. وبشتغل على الحته اللي الدكتور قالها عجبتني جدا ودايما اقولها في كورساتي، الاساس بتاع العماره، دايما ادي المثال ده، ان اساس العماره القوي ان انا لازم انا قاعد مع الاستاذه الولاء الاعلاميه. انا دخلت داخله مش متوقعه. حضرتك ايه ده يا فندم؟ ده بقى الشق الاكاديمي بقى. ايه ده برضه مع الاطفال صح؟ برضه مع الاطفال، احنا بنشتغل عربي بنشتغل انجلش بنشتغل بقى. تمام. كل ده بقدمه بطول واغنيه بسيطه وبقدمها مع الاطفال بشكل جميل. دي كده مرحله الثلاث سنين او اكتر شويه. انا دايما اقول ده عمود الاساس في التاسيس، ان انا اعلم ولادي الخطوط انواعها قبل ما ادخل على مرحله الحروف. الحروف على طول، فدي حاجه بسيطه برضه. الاغنيه موجوده في كتاب اغاني اماني الجزء الثاني. انت يا شاطر لازم تعرف الخطوط انواعها ايه علشان تعرف تكتب طبعا اي حرف نقول عليه، يلا نطلع فوق وننزل نكتب نص دايره يمين، يلا ننزل نمشي ونطلع نكتب نص دايره شمال، اطلع وانزل وانزل واطلع واكتب دايره كامله كمان، واكتب شرطه مايله واكتب شرطه جميله على السطر اتنين، واكتب واحد كده مبسوط على السطر واقف مظبوط، نقط نقطه ونقطه ونقطه، نقط نقط عم وتمختر، اما الهمزه يا حلوين نص دايره بص يمين وشرطه نايمه يا شاطرين. هم الاطفال بتحفظ الكلام ده جدا في الحضانه وفي البيت. كوبليه كوبليه بقى. خليني اسالك بس سؤال بس، بنعملها كوبليه كوبليه فعلا. حضرتك وانت صغننه كان باباك ومامتك بيتعاملوا معاك ازاي؟
بس انا عايز الاجابه في دقيقه، الحاجه في دماغي. كانوا بيتعاملوا معايا هو كده بيقيس شخصيه. بابا كان شغله دايما بره وماما هي اللي كانت. طب بقول لك معانا اتصال معلش. اتفضل اتفضل. الو استاذ حمدي صباح الخير. استاذ حمدي اولا عايزك والنبي تقفل التليفون وتقفل التلفزيون تسمعنا من التليفون ممكن؟ اتفرج عليها صباح الفل. اتفرج على مين؟ وطي وطي. مين اماني؟ الدكتور اناني حمدي. صباح الفل. ايه رايك في المفاجاه دي؟ لا لا ده هنا الموضوع بتعيط بقى ودي دموع الفرح. ليه؟ طبعا ده شرف لينا طبعا. احنا عايزين نفرحك مش عايزين. كل اللي وصلت له بفضل الله ثم دعواتك يا حبيبي ربنا يخليك ليا يا رب. يعني بص بولويكي صباح خير ونقلب بقى الموضوع. استاذ حمدي تحب تقول لي ايه الاماني يا استاذ الميس اماني على الهوا يا استاذ حمدي؟ خليك استاذ حمدي معلش استاذنك ممكن تقفل التلفزيون وتسمعنا من التليفون او توطي صوت التليفون. مفيش مشكله ما هو الصوت مش جاي. استاذ حمدي الشبكه عندهم في استاذ حمدي بتبقى صعبه شويه. الو كفايه نسمع صوت. انا هقول معلش الاختيار هو بيقول لحضرتك بيقول لي يعليكي. يعليكي هو انا سمعتها يعليكي. يعليكي يا بنتي يعليكي ما يوطيكي ويحبب فيكي خلقه وعبيده. اللهم امين. فانا ده اللي انا عايشه. اللهم لك الحمد. اللهم امين. تمام حب الناس انا لمسيه وحب الاطفال عشق الاطفال ربنا يخليك. عشان كده انا سالتك السؤال باباك ومامتك كمان وانت صغيره بجد والله. ربنا يخليك في المفاجاه دي. ما كنتش متوقعه خالص. طب نرجع تاني بقى نتكلم على اللي كنا بنتكلم فيه. حضرتك كنا بنتكلم على الخطوط العربيه. حضرتك كنت بتعلمي الطفل الفرق بين الخطوط العربيه صح؟ دي عندي اسمها مرحله التهيئه. بعلم كل الاطفال الدايره النص دايره النقطه الخط المائل الخط المستقيم شكل الهمزه عامل ازاي وبطريقه صحيحه. السؤال يا ميس السؤال يا ميس من سن كام بقى معلش عشان بس او السؤال خليني اتعلم حاجه الطفل يبتدي يكتب من سن كام؟ هو المفروض اصطح عشان انامل الطفل من مرحله كبيره شويه. تمام. فانا جربتها مع الولاد عندي بشكل اورال لطيف من 3 سنين لقيته تمام. الله ليه في تجاوب. جميل في تجاوب. انا طبعا عايزين يعني نقعد معاكي اكتر وعايزين نشوفك اكتر واكيد اكيد انا متوقعه لك ان شاء الله نجاح حلو قوي وربنا يكرمك يا رب في حاجه قويه ويا ريت تقديم برامج كمان او حاجه تقدميها للناس بطريقه حلوه زي ما انت بتقدميها كده ان شاء الله. عايزه كلمه منك اخيره نختم بيها فقرتك الحلوه منك للناس. اولا انا كنت متشكره ان انا كنت معاكم جدا ومتشكره على احنا مش الاتصال ده انا مش هنساه. اتمنى زي ما انتم اتعودتوا مني كل اللي انا بقدمه يكون فيه قبول. وعندي رساله للامهات انتوا عارفيني ومتابعيني وبتحبوني والناس اللي بتتفرج عليا النهارده مش متابعاني حبوا ولادكم حبوا ولادكم ادوهم من اللمسه الحلوه والحضن اليومي. اوعى تنسيه الوقت القيم ولادك كل يوم لو هيقعدوا معاكي نص ساعه في اليوم. علموا ولادك لغه تقديم الخدمات ابني يكون خدوم اعوده من الصغر. طب معلش انا اصل الكتاب ده بصي مش عارف انا عايز اخذ بالهجره. اتفضلي يا فندم. من مكة للمدينة هاجر سيدنا وصاحبه صاحب الصديق أبو بكر رضي الله عنه هاجر نبينا المصطفى صلوا عليه من بعدنا الكفار اتفقوا على قتله جم حصروا بيته قالوا جه أوانه والليلة دي هينتهي زمانه فدا الإمام علي ونام مكانه قال ابن عمه كرم النواجه كان الكفار قاعدين مستنيين ظهوره مش عارفين ان ربنا هيتم نوره انزل غشاوة عليهم عمت عليهم وخرجنا بينا وسطهم ولا حد لمحه مشيوا وراه ولحد الغار وصلوا اليه كان الحمام والعنكبوت حراس عليه مشيوا وراه ولحد الغار وصلوا اليه كان الحمام والعنكبوت حراس عليه خاف الصديق ويطمنوا نبينا قال له ما تخافش عندي رب وحافظه. انا بجد بشكرك على المستوى الشخصي وانا بشكرك ومبسوطه ان كلامك مش نظري والدلاله على كده ان احنا معانا لما بسم الله ما شاء الله عليها الحمد لله و...
وبالتاكيد احنا بالتاكيد هيبقى لنا لقاءات كتير الفتره الجايه. انا كنت سعيده معاكم جدا. انا كنت اسعد وشرفت بجد معاكم. في الاخر استنى الفقره الثانيه، الفقره الثانيه ضرب نار. استنى بقى هنطلع فاصل في السريع وفي السريع كده وهتقولي الفقره الثانيه. فاصل ونواصل. شكرا لك. مش هتصوتي مع صدايا، مش هتصوتي مع صدايا،